قديمة. هكذا يبدو. يا له من مكان غريب. مكان غريب؟ ها، وأنت قلت إننا سنصل إلى مدينة جميلة. وصلنا إلى هذا المكان دون أن نشاهد على الطريق أحدا أمامنا أو وراءنا. ماذا سنفعل؟ لا تغضب، صحيح أنها مدينة مهجورة، ولكن سنجد فيها طبعا نبع ماء. سندباد، دعنا نرتاح الليلة هنا. ها؟ هيا بنا. ليس أسداً بل تمثال أسد. ولكنه ينظر إلي وكأنه يعرفني من قبل. هذا مستحيل، انظروا. أرأيتم كيف يتدحرج تمثال الأسد؟ سندباد، عم علاء الدين، دعونا نقضي الليلة هنا. يجب أن نرتاح قليلاً قبل أن نتابع سفرنا. لابد أنهم لصوص الصحراء. ماذا سنفعل يا سندباد؟ دعونا أولا نراقبهم لنعرف من هم. أرجوك هدم روحك. أرجوك أيها الزعيم الكبير. أرجوك. الخطر الخطر. هاي انتظروا. يا لهم من جبناء. أنت صرخت بصوت غريب فاعتقدوا أن هذا صوت الزعيم الكبير. إذن هذا هو مقر الزعيم الكبير. إنه في الحقيقة مكان غريب جدا. لا أريد أن أرتاح هنا أبدا. من يدري ماذا ينتظرنا من مفاجآت. أشعر برعشة في جسمي. ربما قريتهم قريبة من هنا يا علاء الدين. هيا بنا نطلب منهم أن ننام الليلة عندهم. فكرة حسنة، هذا أفضل من النوم في مكان كهذا. مساء الخير، مساء الخير، هل من أحد؟ لا يوجد أحد هنا. إنهم خارج البيت. مساء الخير. هاي علي بابا، هنا أيضا لا يوجد أحد. سندباد، بيت وحيد هنا، انظر. أيها الوقور، لا نستطيع العودة إلى منازلنا. الحدث فظيع، لا يمكننا أن نعيش هنا بعد الآن، يجب أن نرحل. لكن أيها السيد، إلى أين تريدنا أن نرحل؟ أي مكان أفضل لنا من هذه البلدة؟ أي مكان؟ أنا من رأيك أيها السيد، إذا بقينا هنا سنتعرض لأمور خطيرة. ستتحول البلدة إلى خراب، يجب أن نرحل بسرعة وإلا ظهر ذلك الشخص من جديد. ماذا يجري هنا؟ من أنتم؟ نحن بحارة، لماذا أنتم خائفون؟
في الحقيقة ظننا أنك وحش. ماذا؟ وحش؟ إذن سأخبركم، تفضلوا اجلسوا هنا أرجوكم. قد لا تصدقون ذلك، لكن وحشا مخيفا ظهر في هذه البلدة. ماذا تقول؟ ماذا؟ إن الوحش يظهر كل ليلة، ونحن الليلة ندرس موضوع رحيلنا من هنا. فهمت، ما هو نوع هذا الوحش الذي يظهر؟ إنه مخيف، لكن أحدا لم يره حتى الآن. ماذا؟ إذن لا تعرفون بالتأكيد إذا كان وحشا أم لا؟ وحش، لأنه يركض حول القرية ويقرع الأبواب. هذا لا يعني أبدا أنه وحش. غالبا ما يعتقد الإنسان أن هناك وحشا أو شبحا، لكنه يكتشف أنها الريح أو التخيلات. أنتم لا تفهمون ذلك، هذا عقاب من الزعيم الكبير. الزعيم الكبير؟ نعم، ونحن ذهبنا اليوم إلى مقره لنطلب منه المساعدة، ولكن قال لنا قال لكم ذلك هكذا إذن. وما المضحك في ذلك؟ شيء مضحك، أنتم خائفون مما سمعتم. سأخبركم، في الحقيقة أنا الذي قال ذلك. ماذا؟ عندما أتيتم إلى الآثار اعتقدنا أنكم لصوص. أجل، لصوص. كنا وراء التمثال ورأينا كل ما حدث. كنتم داخل مقر الزعيم الكبير؟ نعم، وناديتكم عندما عرفت أنكم لستم من اللصوص. أجل، لكن الصوت خرج من تمثال الزعيم الكبير. لكن هذا صوتك هو؟ أنت تتذكر صوتي أليس كذلك؟ ما الأمر؟ لقد جاء، لقد جاء. اقفلوا الأبواب، اقفلوا الأبواب. هذه جمالنا، هذه أصوات جمالنا تطلب طعاما. صحيح، وأنا ذاهب إليها الآن. لا 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 تخرج. ليست الجمال، أحدهم يسير على السطح. انظر، إنه الوحش، الوحش. انتبهوا. سندباد، هل أنت بخير؟ هيا هيا بنا نتبع. هيا. إنه حصان عظيم، إنه حصان كبير جدا. هل رأيتم الوحش؟ هل رأيتم؟ نعم، الحصان الأبيض يهرب. حصان أبيض؟ إنه بحجم حصانين أو أكثر، لو اقترب أكثر لكنت أمسكت به. أجل، كنت أمسكت به. ثم إنه يبدو وكأن له أجنحة، مع أنني لم أره جيدا في الظلام. أجنحة؟ حصان كبير مع أجنحة؟ إنه حصان نادر الوجود. الحصان الوحيد الذي له أجنحة هو حصان الزعيم الكبير. التمثال الحجري؟ هذا الحصان لا يتحرك، ثم إني لم أرى له أجنحة أبدا. لم أرها على التأكيد، لكن كأنني رأيتها، كأنني. لم يبقى لنا شيء في هذه القرية، يجب أن نرحل بأسرع وقت. لحظة، لن ترحلوا قبل أن تعرفوا سر الحصان، انتظروا قليلا أرجوكم. صحيح سندباد، هيا بنا نكشف سر الحصان الحجري. هيا بنا لنكشف سره. التمثال موجود في المكان الذي اختبأنا فيه، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو المكان. صحيح سندباد، هذا الحصان لا يمكن أن يركض من دون رأس. يشبه الحصان الذي رأيته في القرية. توقفوا، هيا بنا نعود. لا يمكننا أن نعود، سنراقبه طوال الليل لنعرف إذا كان يتحرك.
نسهر كل الليل هكذا؟ لا عليك، ما أجمل أن يستريح الإنسان في ضوء القمر. أجل. أي، ما بك؟ كأن أحدا دفعني إلى الأمام. ماذا؟ ما هذا؟ إنهم رواد الصحراء. لقد أفزعتني. عمي، الحصان الحجري. وحشٌ مخيف.